هيدا يلي قاله كاظم الساهر لنجوى كرم بالكواليس. منير بوعساف بيكشف لأول مرة تفاصيل أغنية حسين الجسمي وماجد المهندس. نقول القصة بحوار جريء وخاص عبر إي تاون. انطلاق فيلم أصحاب ولا أعز على نتفليكس. مساء الخير، أنا زينة زغبي، عم طل عليكم بحلقة جديدة من برنامج إي تاون عبر صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك. مثل العادة عنا أخبار كتيرة ومقابلات حصرية بتشوفوها خلال الحلقة، وأكيد فيكن تتفاعلوا معنا وتعطونا أراءكن عبر هاشتاغ إي تاون. والبداية مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم يلي كانت اجتمعت بحفل ضخم مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي، ونجوى كانت طلت بالأبيض وولعت الأجواء كالعادة. قيصر الغناء العربي كاظم الساهر كمان كان له حصة كبيرة بهالليلة وقدم باقة مميزة من أجمل أغنياته. أما اللقاء الخاص يلي جمع نجوى بكاظم بالكواليس بحضور صاحب شركة مومنتس إيفنتس عمر الدهماني، فكانت تحول لترند وحديث السوشيال ميديا بعد ما وصف الساهر نجوى بالعروس. يا هلا بالوسط يا الله تفضل ليدي فرس. من نجوى وكاظم منروح لحدث سينمائي شغل العالم العربي هالأسبوع، وهو انطلاق فيلم أصحاب ولا أعز يلي يعتبر أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، وكان تم الاحتفال بالعرض الخاص له بدبي بحضور أبطال العمل وعلى رأسهم منى زكي، نادين لبكي، إياد نصار، عادل كرم، جورج خباز، ضياما أبو عبود، فؤاد يمين وغيرهم. أصحاب ولا أعز هو النسخة العربية للفيلم الإيطالي Perfect Strangers، وبدأ عرضه على نتفليكس وهو مترجم ل 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات. من هالفيلم يلي نتمنى لكل صناعه التوفيق، صار وقت نروح لمقابلة خاصة عبر زوم مع ضيف مميز. هو ابن زحلة، فنان صاحب صوت دافئ برصيده مجموعة من الأعمال الموسيقية الراقية، صريح ما بيساوم وما بجامل، وهو معنا اليوم ليخبرنا عن مجموعة من النشاطات والأعمال يلي رح يطل فيها قريبا. الفنان نقول القصة أهلا وسهلا فيك عبر إي تاون وصوت بيروت انترناشونال. أهلا فيك، أهلا فيك، كيف فيك؟ نقول أول شي خبرنا كيفك بهالسقعات؟ نحن أولاد زحلة منحب السقعة، منحس مطرحنا الطبيعي. يعني معود على السقعة. أكيد، صحيح صحيح. نقول عرفنا أنه عندك كتير تحضيرات هالفترة وأكثر من أغنية جاهزة لتنزل وحتى صورت كليب، خبرنا شوي تفاصيل. أيوة معلوماتك كافية ووافية. نحن معلوماتنا يعني العصفورة خبرتنا. العصفورة محتالة كبيرة. إيه أنا أصلاً يعني الإصدارات اللي عم بتصير بشكل سريع هلأ، لأنه أنا صار عندي الاستوديو تبعي، أول شيء صوت وبالتالي صورة، صار عندي كذا أغنية منفذهم، إشي منفذة قبل كمان، عم هلأ عم نحاول نفعلها لحتى نطرحها ورا بعضاً الله راد على الهواء. وسبق وعملت كليب لأغنية بعنوان صدفة، كلمات الشاعر نعمان الترس، ألحاني أنا وتوزيعي وتسجيلي باستوديو، أغنية مميزة جدا جدا، والكليب هو بإدارة المخرج جورج بو عبدو. بقى إن شاء الله قريبا بتشوفوا هالغنية يلي تعتبر إلى حد ما بتشبه غيرها من الأغنيات، مش بس أغنياتي، حتى الأغنيات اللي بالسوق يعني. بس برأيك مش جرأة أو مخاطرة اليوم الفنان ينتج أو يقدم أعمال بظل هالظروف يلي عم نمر فيها؟ لكن نحن بلبنان على طول عنا ظروف، وعلى طول في مناسبات بحس الواحد حاله عم بيعمل عمله دعسي ناقصة، شفتي كيف؟
لأنه في أمور إنسانية بتأثر إن كان على نفسيتنا وإن كان على نفسية الناس اللي عم بيسمعونا. بس هيدا البزنس صار انترناشنال، يعني لأنه وقت تكوني عم تحطي يوتيوب وتحطي على الديجيتال بلاتفورمز، هيدا الموضوع صار خارج عن نطاق إذا بدك لا يتخطى، ما بيتخطى أوجاعنا، بس بتحس إنه الحياة بدها تستمر، وخاصة وقت تكوني عم تعملي فن راقي مرتب ما بيخدو الشعور الأشخاص الموجوعين، يعني ما منروح على الإكستريم بإشياء كتير انترتينر بمعنى أنه تجاري يتخطى الأوجاع. يعني أنا حد غني أغاني الميلاد وحد الأغنيات اللي صارت لبيروت، بعمل أغنيات بتحسي تسمعيها بتمرق بسلاسة على دينتك وعلى قلبك وعلى وجدانك، ما بحب أبعد كتير وعلى تشفلخ، أصلاً هيدا تشفلخ ما عندي إياها بأرشيفي، يعني بقى بحس حالي إنه احنا تعودنا عليك الأغاني الراقية والمستوى الراقي. بيزعجك شيء بس ينقال انك ما بتعمل اغاني تجاريه، او يمكن منك ماشي مع هالموجه الفنيه الدارجه هلا، وكمان منحسك انه في غصه او عندك نقمه بقلبك على الفن بلبنان؟ لا لا ما بيزعجني، انا هيدي الخصوصيه الايدنتيتي هيدي بيدفعوا حق مصاري، هيدي الواحد يكون عنده خصوصيه بيشبه حاله، كتار عم بيتعبوا كتير وعم بيقدموا تنازلات كتير ليحاولوا يعملوا شخصيه لحالهم. هلا تجاريا مش تجاريا هيدا موضوع، هيدي مثل ما بيقولوا مقياس اخر، بس انه الواحد يعني بهالحياه اللي نحن ماشيين ما بده يكون لك بصمه بحياتك، قديش بتسعي لحتى يكون لك خصوصيتك. هلا ما حدا بيعرف اذا انا مدين او مديون او مكسور او شو ما كان، انا بعرف انه في ايدنتيتي بتشبهني، كتار عم يتعبوا لحتى يقدروا يخلقوا هالايدنتيتي، بتحسي ارشيفهم من كل وادي عصا بالقليل. انا عندي ايدنتيتي، هلا العصر قديش بتشبه هالعصر قديش ما بتشبه هالعصر، هذا موضوع اوكي ممكن يكون حدا غيري مليان اكثر، ممكن حدا غيري عنده نشاطات اكثر، ممكن انا بالوقت اللي كان عندنا نشاطات بالفترات مش كتير بعيده ما كانش حدا عنده نشاطات. مزبوط. بس الفكره الايدنتيتي بالعكس ما بتزعجني بتفرحني. وبالنسبه لقصه شو السؤال الثاني دخليك، إذا عندك حاسس نقمة على تقريبا هيك كيف صار الفن بلبنان، الفن يعني أحلى ما أقول لا غير لا 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 ما في نقمة، ما في نقمة، ما في نقمة أبدا. ليك الفن مثل بستين ورود، في الوردي في العلايقة في القرنفلي في الأوركيدي في الأحمر في وكلهم له ناساتهم، يعني في حدا ما بيقبل غير ما ينجرح من الشوكة ماشي الحال، في ناس بيحبوا يشموا ريحة الوردي الجوري، يعني ما بنقوم. أنا علي أنه أكون أشبع حالي، هذا العنوان الأساسي. في فترة من الفترات بحياتي صرت أطلع إيه غنية ليش ما بنعمل مثلها، حسيت أنه لا فقدت هالثقة الكبيرة اللي الله عطيني إياها بخصوصية صوتي وإمكانيتي على الغناء، وهالقد يكون عندي ما بيقولوا الإيدنتيتي بنرجع لها، إيه صرت قال لي تشوف شو بركي فينا نرقص هون، بركي فينا ندبك هون. هي أهم شيء توصل إلى قلب الناس، رضا الناس أهم بكتير من أن تكوني مشهورة. مشهورة قادرة تعمل كتير إشياء ينحكى فيك، بس قديش يرضوا عنك الناس وما يرضوا عنك الناس، أنا هيدي هالنعمة بحسها بكل مين بيلتقى فيي أو بكل مين بيحضرني. الحمد لله. نقول كتار ما بيعرفوا أنه زوجتك ميرنا كمان صاحبة خلفية موسيقية وبتعلم موسيقى، هل بتنصحك أو بتستشيرها؟ نحن تعرفنا على بعضنا بالجامعة، أنا كنت عم بعمل ميوزيكولوجي وميرنا كمان، أنا النطاق الشرقي العود والصوت والغناء الشرقي وميرنا البيانو الكلاسيك. هلأ بتنصحني ميرنا بعيدة شوي عن نمط الشرقي، يعني وقت أغني لها غنية بالشرقي وخاصة نغمة البيات، هيدي نغمة البيات يعني اللي بيقولوا عليها الميجانة والعتيبة، بحسها مثل شو مثل كأنه بتعطيها شيء كهرباء 2000 فولت، ما بتحب تسمع شرقي، عم بتحب الغربي أكثر. بس ميرنا شو بدي أقول لك، يعني ما بعرف إذا معها حق ولا ما معها حق، هيدي بتركها للناس. بتقلي ومش لأنه مرتي انتبهي ومش لأنه بتعرفني، بتقلي هي أنا ماني سامعة مثل صوت، يعني ولا ممكن اسمع ولا بسمع ولا بشوف ولا ممكن شوف إحساس مثل إحساسك، هلا يمكن لأن مرتي. لا مع إنه حسب ما عرفت كمان العصفورة خبرتني إنك ما بتغني لها كثير. أنا ما بغني بالبيت لا أبداً. أبداً 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 أبداً
يعني عن جد وقت نكون بجلسات كذا بيصيروا يحسدوا ويقولوا لنا نيالك يا ميرنا، نقول بالصبح بصبحي كيف غنية وعشية وبالليل قبل ما تنامي غني. وحرام هي ما عم تسمع شيء منك. نقولها ضل هيك ضل مرق لها بهيك، بتعرفي على الطريقة الزحلاوية بغنجها، بضل غنجها بس على طريقتي. نقولها رح نطرح عليك هلا مجموعة من الأسماء وبدنا منك توجه لهم رسالة أو كلمة سريعة. مع أنه ما بحب ذكر الأسماء بس قولي يلا. أول اسمين رح تحبهم، سارة وماريا القسطة. شمعة عمري يا ودي، شمعة عمري، يعني بشوف الدنيا كلها ببسمتهم وبفرحتهم وما في يشوفهم زعلانين، مع انه الزمن صعب شوي صغيره وعم بيشوفوا اشياء كنا بنتمنى انه ما يشوفوها. رئيس الجمهوريه ميشيلون، بقول له الله يعينك على هالمركز اللي اخذته ببلد الطائفيه مسيطره عليه، الطائفيه يعني ما في سيستم، ما في قوانين، الطائفية هي فوق القوانين، وهذه الشغلة بتظلم مين ما إجا رئيس جمهورية ومين ما إجا رئيس مجلس وزراء ومين، يعني بتظلم الكل. الفنان زين العمر، زين العمر بعطيه تحيتي. طب كيف شفت إعلانه عن تصويته لحزب القوات بالانتخابات من بعد ما كان مؤيد للتيار العوني؟ ليكي أنا زين يلي هو توني بحبه، صديقي وزميلي بالنقابة، أنا ما بحب طريقة انفعاليته لزين، وقت أحضره بحس بيروح على الإكستريم بالانفعال وبسرعة بيغير أراء. هلأ شو عنده معطيات وشو ما عنده معطيات هيدي شغلة بتخصه، كيف نقل من هون لهون، شو القناعات. أنا بالنسبة لي أتمنى على زين مثل ما أنا بعمل أنه كل الأحزاب وأي إنسان مما كان يكون من أعلى الهرم لنزول العالم هو يحب بلده مثلنا، مش نحن نحب بلدنا مثله، لأنه نحن الفنانين ما قلنا مصلحة غير نعيش ببلد. في ناس قلهم مصالح، هذا بده يوصل لفلان، هذا بده يكسر فلان، هذا عنده طموح فلان. أنا ما بأيد أشخاص، لازم أشخاص يأيدوني لأنه محبتي للوطن أعلى وأشرف من أي محبة آخر. نجوى كرم، بنت البلد، بنت الضيعة. بنت البلد تحياتي لها. نجوى عشرية عمر، نحن من أول ما بلشنا بزحلة طلعنا على مسارح محلية وكنا نتشارك الحفلات، وبعطيها تحياتي ونحن بنوجه لها تحية كثير كبيرة، رافعين اسم زحلة ولبنان. وائل كفورة كمان ابن زحلة، كمان تنطبق نفس المعطيات. وائل فنان ناجح شاطر، صوت حلو مميز، كمان له شأن كبير بيمثل لبنان، إذا بدك زحلويته ولبنانه على مستوى كبير، ما في أي كلمة أخرى تنحكى عن هالفنانين. آخر اسم الفنان المثير للجدل، وديع الشيخ. ليكي أنا وديع الشيخ بعطيه تحيتي، حالي وديع، وبعدين في ناس بيتهموا انه صوته وصوت عالي وكذا، عنده اداء مميز وديع، انا سمعته باحد السهرات، بس تلاقي اوقات على طول بالحفلات هيدي، حتى اوقات بالكاراوكي، في بعض الناس ما بيعلى الادرينالين غير ما الواحد يعلي الصوت كتير حدهم، بصير عايل. في الاشخاص اللي بيحبوا يسمعوا ما بينبسطوا بهالزعيق هالقد، مع انه بتقنيه بيكون الزعيق. انا بعرف له قلبه لوديع كويس، الحمد لله بيحبني كثير وبيحترمني كثير وبيسمع كلمتي كثير منيح وبيعرف شو قيمه فني، وانا بعرف انه هو حالي على امل، وعمل اغنيه خاصه جديده له عطته حقه. نقولها بدي اتشكرك على مشاركتك الكثير حلوه معنا، هيدي كانت اسئلتنا لإلك، بدي اتمنى لك التوفيق بكل اعمالك الجديده وناطرين نسمع احلى الاغاني. ثانك يو سو ماتش. ميرسي لك، ميرسي لكم. اما هلا فصار وقت نروح لفقره واتس جوين اون وابرز الاخبار يلي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. بأجواء فنية اجتمع كل من السوبر ستار راغب علامة، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، النجم نانسي عجرم والنجم مروان خوري بسهرة خاصة ببيروت، كان غلب عليها الغناء والأجواء الحلوة. يا
الزواج الممثل أحمد العوضي زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، وأهدأ بالمناسبة أغنية رومانسية خاصة بصوت الفنان عمر كمال. على طريقتها الخاصة فاجأت النجمة بلقيس الفانز بالشارع، وهيدا اللي صار. الممثل كارلوس عزار حب يعلن عن إصابته بفيروس كورونا من خلال أغنية خاصة وعلى طريقته العفوية. وهلأ وحجور مع وحدي مش طايقة، يا روح الروح عم خونك مع كورونا. أما الممثل توني عيسى فكان حب يرد على كارلوس ويتمنى له السلامة والشفاء من خلال هالمقطع الغنائي. توقعوا بتروح بهاليومين الكورونا. أصداء إيجابية نالتها إطلالة الممثلة المصرية منى زكي خلال مشاركتها بالعرض الخاص لفيلم أصحاب والأعز، واختارت لها المناسبة فستان أسود بسيط وكلاسيكي. بلفتة إنسانية حب برنس الغنائي العربي ماجد المهندس إنه يفرح إحدى معجباته أثناء غنائه على المسرح. الاتهامات بين الممثلة ياسمين صبري مع والدها بعدها مستمرة، فبعد تصريحات ياسمين صبري الأخيرة أنها عاشت الفقر بطفولتها، هجم والدها بشكل عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بالكاذبة وقال لها منك لله. ردت الممثلة اللبنانية ماجي بغصن على كل الشائعات من وجود خلاف بينها وبين الممثلة دانيالا رحمي بكواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل للموت، وقالت بغصن عبر حسابها على تويتر: دانيالا صديقتي وشريكتي وحبيبة قلبي، ونجاحنا رح يبقى مستمر والتصوير رائع مع أحلى فريق. لا تعلق بدورة دانيالا على كلامها وتقول: في ناس هدفها تخلق مشاكل والموضوع ما بيستاهل حتى الرد. ماجي انت اكتر من صديقة وشريكة، وعلاقتنا ارقى من افكار بعض المصادر اللي بدها تشوش علينا. عم نصور ومبسوطين وحماسين لرمضان ويا رب خير. نشرت الممثلة الأمريكية ميغان فوكس فيديو رومانسي لحظة عرض حبيبها المغني العالمي ماشين جان كيلي عليها الزواج، ونشر ماشين فيديو للخاتم اللي قدم له هو واللي قام بتصميمه بنفسه مع مصمم المجوهرات ستيفن ويبستر. بموقف عفوي قامت المخرجة نادين لبكي بخلع الكعب العالي على السجادة الحمراء احتراما للممثل جورج خباس خلال إطلاق فيلم أصحاب ولا أعز. احتفل الممثل الكندي الأمريكي جيم كاري بعيد ميلاده 60 بطريقة مرحة، وتظهر بأنه رجل عجوز. انتشار كبير حققه فيديو لبيلا حديد وعائلتها خلال تحضير وطبخ لورق العنب على وقع أغنية نانسي عجرم. الحب زي الوتر. من أخبار السوشيال ميديا صار وقت نروح لأغنيتين هيت حققوا نجاح كبير بالفترة الأخيرة وحصدوا أرقام عالية. الأولى للفنان حسين الجسمي حملت عنوان ما بحبك. أما الثانية فهي للفنان ماجد المهندس بعنوان منبعد ومنقسى. منبعد ومنقسى ومنجرب ننسى. واللافت بهالعملين انهم بيحملوا توقيع الشاعر اللبناني منير وعساف يلي كتبهم باحساس كبير، وقدم الاغنيتين بشكل راقي ومحترف لكل العالم العربي. بوعساف كشف بهالتسجيل الصوتي عن كواليس هالعملين بالاضافه لتحضيراته الجديده وخاصه مع ملك الرومانسيه وائل كفوري. بالنسبه لاغنيه ما بحبك للفنان حسين الجسمي، يعني العمل له فترة كان عم بيتحضر، مش بالفترة القريبة، يعني صار لنا فترة طويلة شوي، والفنان حسين الجسمي بعت لي ميلودي وركبت عليها، وهو كان عنده يعني ضوالة على مطرح انه بدي روح على هالمنحة اللي انا كتبته، يعني اذا بدك ضوالة على هالمطرح اللي هو حابب يروح عليه، وكتبتها بقى. لا ما كنت كتبها قبل، كتبت على الميلودي. بالنسبة للأغنية كان عندي اطمئنان وما كنت قلقان انه هالغنية بدها توصل للناس، لانه اول شيء لما تكون عم تتعامل مع فنان هالقد كبير ومهم وعنده تاريخه ونجاحاته بتصيري بمطرح بأمان، بس اكيد بضل العمل الحلو هو اللي بيفرض نفسه، وهذا اللي صار مع الغنية انه كنت مرتاح ومطمن انه في فنان كتير هالقد كبير عم بيغني هالغنية وعم بيغني لبناني واللي هو شيء جديد،
والحمد لله اللي توقعت وصار. أما بالنسبة للهجة، لا ما كان في مشكلة إن كان مع الفنان حسين الجسمي أو مع الفنان ماجد المهندس، لأنه هن أكيد وعيوا على أغاني اللبنانية وعلى أغاني فيروز ووديع وكبارنا يعني اللي أسروا المكتب الموسيقي بأجمل الأغاني. بقى مشان هيك في عندهم شبه إتقان للهجة اللبنانية، أكيد مع بعض التفاصيل اللي ممكن واحد يضوي عليها بفتحة بضم بكسرة، يعني قصص بسيطة، بس لا كانوا رائعين. بالنسبة لتحضيراتنا مع الفنان وائل كفوري، نحن على طول بورشة قائمة وبتحضيرات مستمرة لأغاني، وفي كذا غنية محضرين وإن شاء الله بالوقت المناسب بينزلوا. والنتيجة وائل كفوري هو مشروع يعني معي نجح أو مع غيري، هيدا فخر لنا وللغنية اللبنانية، وإن شاء الله بكون في قصص حلوة كتير سوا يا رب. مع هالتصريح للشاعر منير بوعساف منروح لتقرير بيسلط الضوء على موضة رائجة بشتاء 2022، وهي موضة الغرة يلي اعتمدوها كتار من النجمات مؤخرا. منشوف سوا هالتقرير. موضة الغرة القصيرة صارت ترند مؤخرا، وتحديدا مع بداية فصل الشتاء، وكتار من النجمات كانوا اعتمدوها وطلوا عبرها بالنيو لوك وأطلالة عصرية، من بينهم نجوى كرم، سيرين عبد النور، نادين نسيب نجيم، زينة مكة، مريطة الحلاني، أمي صياح وغيرهم. الغرة عطول درجة أنا برأيي بالصالون، لأنه نحن معتبرها من أساسيات القص، بس في الكورتن بانكس اللي هي بتجي بهالطريقة هيدي السنة بال2020، واللي قبلها كانت درجة كتير. بعض الناس بيقولوا لأنه صرنا نحط ماس، صرنا نقص غرة إلى آخره، بس هي بالأساس النجمات اعتمدوا هيدي الغرة لأنه كنوع من التغيير أو كيمكن دور أو إلى آخره. بس هي من الأساس من الكورتن بانكس، هي بتعطي راوند شيب للوجه العريض وبتعطي طلة شبابية وبتضل طويلة، لأنه مش كل الناس بحبوا يقصوا غرة قصيرة، واللي بحبوا يقصوا غرة قصيرة أنا بوجههم تحية، لأنه هي الغرة بتكون فوق الجبين عطول. الكورتن بانكس بالذات لأنه كتير أخذ ضجة، أنا بنصح اللي بدها تقصها تاخد يعني تشوف إذا رح تلبق، إذا رح تبرم لها وجهها ولا رح تطول لها وجهها، لأنه إذا الوجه مبروم ما بيلبق للكورتن بانكس. وبنصح كل حدا يعمل ستايل اللي هو بيلبق له. مشاهدينا لهون منكون وصلنا لختم حلقتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا. باي باي.